السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادة تفسير كسورة قريش سورة قريش وسورة كسو دكتي مكة آية هذا وأفر آية دوت سورة وحيك ورميسا قويسك وكرش النبي صلى الله عليه وسلم قويسك أو لغو مغعاو قريش إي الله سبحانه وتعالى نعموينك وقلي نعموينك أو كمد إن الله سبحانه وتعالى قوذيي الله سبحانه وتعالى نأمني سيي لو نباهاني هاي ربك أمني سيي قوذيينا إنا يعابدان كان هران أسلامت يوحيابها كالي إيه الله سبحانه وتعالى كل ما نينا الله سبحانه وتعالى سورة وحاكرة وكشيغي لبا سفر أي قلي جرين قريش لبا سفرنا يوكال قلي جرين دانكاس إيه يمن إيه الشام الله سبحانه وتعالى مركبوح وشيغي نعمداس إنا كما هدنقان إيه الله سبحانه وتعالى عابدان أسلام تاي الله سبحانه وتعالى لو ذا جينا يانا أي مارت إسكرافان أي كريس عابدان تفسير كسورة دو إنو بلاو داي واكنا أنك فايد السنة إن شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى وحوليه بسم الله مقع عبابا كوب بلاو يا الرحمن أي بهاس أو نحريستا نحريس قود مسلم إيا قالب أو نحريستا إنت أي دوني دي جوغان الرحيمي نحريس قار أهانيد نحريستا أو مؤمنين تأو نحريستا مالين كيساق لك كل مان الله سبحانه وتعالى وحوليه هاي مركة لإيلاف عاديسي قريش قريش عاديسي دي عاديسي وحالي رهدا شيء قاد مركز تسميسيت إلا وكم النقضة قيب كمد أهن رشادة لإيلاف عاديسي قريش قريش عاديسي دي إيلافهم عاديسي دي أي عاديستي رحلة الشتاء سفرك حقاقة يو الصيف حلقة سفرك جيلالك لبا سفر بو الله سبحانه وتعالى هلكان كشيغي أو رحلة الشتاء سفرك حلقة حقاقة حلقة حقاقة رنكاس يمن بي أسفر جيرين سي أي قناع سيوغو آذان وح أغسو إبسدان وحن أغيان والصيف رنكاس يشان بي أي آذي جيرين حلقة جيلالك وح بي قين جيرين وحنا كسو إبسان جيرين وح أي آذي جيرين رنكاس الشام شامنا وحا لسكو دي جيري أردن سيريا يا فلسطين با لسكو دي جيري مركا الله سبحانه وتعالى وامتك أفض ذي سفر كاس كينينا إلا احترام لقدريو هنتيدنا وحلا قارسينين مركا سي أغمه هنقان أرنتاس وحالا قربا فليعبدوها عابدين فليعبدوها عابدان رب ربك هذا كان البيت بيتك ربك كعبدان اسكاله ربك ها عابدان الذي الله سو أطعمهم كقوذي من جوع قاج حقد كقوذي سو قاج حقد أو قوذي الله سبحانه وتعالى وحو قاج حقد أو قوذي هنتدا أي كان سدان رنكاس إيا شامي يمن بوحو أغا ديق الراشين سي أينا نقاجو أدريمين مركا الله سبحانه وتعالى نقاج الدريمان واكر دوري مركا ربك سداس نعمداس أقالي بالاقا ربا إني عابدان الذي الله سو أطعمهم كقوذي من جوع قاج حقيدة وآمنهم كان نبدي يلي كان نبدي يلي من خوف عبسي درتد عبسي حقيت الله كان نبدي يلي وحاليها عابدان هدي ليهين حقه هدان رعنو رولك بانا غلا قادنا هدي ليهين وحاي حسوستان نعموين كان وإن حسوستان نعموين كان ربي أقالي وصدق الله إذ يقول وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون الله سبحانه وتعالى أيضا وحينو شيغايا عدر دارك أي كينين سيو أبربورية إن حسوستان نعموينكو الله سبحانه وتعالى أقلي نعموينكاس أي كمديهين إنو دجيي حرم آمن حرم كاس وحال لكينا
mirooyinka laga keeno wadamada kala duwan laga keeno. Marka Rabbiga nicmadaas u galay sababayna inay degaan xaram aamin ah, mirooyin wadankooda laga helin u sakhir in loo keeno, Rabbigaas waa inay caabudaan. Allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay, bismillaah, magaca eebba baan ku bilaabayaa, eebbahaasoo arraxmaani, naxariis guud naxariista, arraxiimi, naxariis gaar ahaaneed naxariista oo mu'miniinta u naxariista, liilaafi caadaysiga qurayshin, quraysh caadaysigeedii, iilaafihim caadaysigoodiibay ay caadaysan jireen, rixlata shitaa'i safarka xilliga xagaaga ah, iyo wasayfi xilliga jiilaalka ah. Falyacbuduu ha caabudaan, yay caabudayaan rabba rabbiga ha caabudaan, haadaa kan albeyti ay beytka ah, rabbiga kacbadan leh ha caabudaan, asnaamta ay ku lamaaninayaan ha iska dhaafaan. Rabbigaas waa rabbiga u galay labada nicmo, alladii allihii waaya atcamahum ka quudiyey, min juucin gaajo xaggeed, inay gaajo dareemin rabbiga sababa waaya, wa aamanahum kana nabadgeliyey, min khawfin cabsi xaggeed. Waxaan filayaa marka in suuradda laga faa'iidays tafsiirkeeda, allah subxaanahu watacaala qur'aanka hayna fahansiiyo, kuwii ku dhaqman hay naga dhigo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.